رمضان كريم. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم يا رب الصحة والعافية. الله يسلمك. من وين حضرتك؟ أنا من لبنان ومن سوريا. جميل، لبنان وسوريا. طيب اليوم سؤالنا نحن عن العادات والطقوس اللي كنا بنعيشها ببلدنا، واضطرينا لما لجأنا، لما هربنا، لما نزحنا، لما طلعنا برا البلاد إنه نفقده بسبب الظروف. شو هاي العادات والطقوس؟ أولاً الحياة مختلفة بين سوريا ولبنان وتركيا بكتير محلات. يعني أول شيء نحن فقدنا هون تجمعات، اللقمة الطيبة، الجار يحب جاره، العالم تخاف على بعضها، الناس اللي كنت عمره يعني بلبنان وبسوريا ما كنا نعرف أنت من وين وأنت من وين، كنا بلد واحد يعني عايشين مع بعض. اليوم اختلفت السياسة، خلتنا نختلف بكتير محلات، أول شيء بالأديان، بالطوائف، باللون، بالأكل، بالشرب، العالم بطل تحب بعضها. العالم هلأ صايرة هون تنطر بعضها على دقرة، حبيبي بيعيني بوجهك بقفاك، ربك يعلم شو بيحكي. طيب شو اللي بدنا إياه لترجع هاي الأمور مثل ما كانت؟ أول شيء الهدوء، التفكير، تأني بالكلام مع الأشخاص، ويرجعوا يجمعوا مرات يعني ما بقى يعطوا لبعضهم فرصة حلوة. بس بوجود السياسة اليوم كان بلبنان أو بسوريا، حنحكي بالمشبرحة، بوجود الكرسي الأساسية تبع الأسد والكرسي الأساسية تبع عون وحزب الله وهول الناس اللي عم بفوتوا كلها ببعضهم مع الحكم الإيراني والساحات، المعارك الإيرانية اللي عم بتصير على ساحات بلادنا، مستحيل نرجع مثل ما كان، مستحيل نرجع بلادنا مثل الأول، إلا إذا حطينا إيدينا بإيدين بعض وشلنا، إذا أنت سوري أو أنا لبناني أو أنت من أي بلد قريب يعني على بلاد الشام، فينا نقول ترجع كل شيء مثل ما كان وأحسن. ما حقلك بالأكل وبالشرب، يعني الشرب والأكل موجود، كل شيء بيرجع أحسن، في المعروك وفي اللقمة الطيبة، في الكباب الحلبي، في كل شيء موجود من ناحية الأكل. بس من ناحية المبادئ ومن ناحية الضمير ومن ناحية العالم إنه تحب بعضها، لا مستحيل ما بتلاقيها. يعني هلأ هالأيام اللي معه، ليش احنا هيك وصلنا؟ لأن احنا بغربة، الغربة اليوم صعبة. لما انت بتشتغل 14 ساعة على تطلع لقمتك ويجي حدا على باب المسرح يقول لك بدي كذا وكذا، بسوريا كنا دغري نعطيه، أو بلبنان كنا دغري نقول له تفضل. هون لا، هون الأجرات غالية، العيشة صعبة، بلد مضياف ما بنقول لا. يعني كمان يعني شو عم بصير نحنا ما بنعرف على صحة بلادنا، بس هني كمان صدفونا هون. ما ننسى تركيا بلد مضياف، ما حنحكي أكتر، بس في غلا على كل العالم، كان على تركيا ولا كان على العربي، الغلا موجود. والعادات، لنرجع للعادات والتقاليد، يرجعوا يتجمعوا مثل الأول، في تجمعات بس العالم عم تقعد، بس لأنه هي محتاجة إنه بس تقعد لحتى تاكل، تاكل بتشرب تحمل حالها بفل. شكراً، رمضان كريم، يعطيك العافية. مرسي حبيبي، نعاد عليك يا رب.